يعطيكم العافية، معكم هديل من قناة ميدزيديو، مكملين معكم بشرح أول شابتر من مادة علم الدم. وبالمحاضرة السابقة حكينا عن أنواع الوايت بلاد سيل، حكينا عن نوعين بس اللي هي النيتروفيل واليوزينوفيل، وحاليا رح ناخد البازوفيل وهي ثالث نوع من الوايت بلاد سيل. البازوفيل هي أقل، يعني أقل نوع موجود بالوايت بلاد سيل. بحكينا هون أنه تشكل هي أقل من 1%، يعني موجودة بنسبة أقل من 1% من التوتل، من العدد الكلي للوايت بلاد سيل. تمام؟ لما يصير عندنا ستيميوليشن، تحفيز لهاي البازوفيل، شو اللي بصير عندنا؟ بتتحرر الكونتنت، جرانيول كونتنت، يعني شو في محتوى جوات الجرانيول هاي، بتتحرر بتطلع لبرا اللي هي المواد الكيميائية. تمام؟ الكيميكال ريليز. شو هي هاي المواد الكيميائية؟ اللي هي هيبارين والهستامين ومواد أخرى لها علاقة بالهايبر سنسيتيفيتي، يعني لها علاقة بالتحسس، خلينا نحكي. تمام؟ فلما يصير في عنا تحفيز للبازوفيل، رح يتحرر هاي المواد الكيميائية اللي موجودة داخل هاي الجرانيول. تمام؟ وشو هي هاي المواد الكيميائية؟ اللي هي الهيبارين والهستامين ومواد أخرى. فالبازوفيل بدلنا إنه في عندنا أليرجي. تمام؟ في عندنا أليرجي. معلش صعب الكتابة على بهذا الماوس. تمام؟ في عندنا هون معلومة بحكينا إنه النيتروفيل والباند والإيوزينوفيل والبازوفيل، هدول الأربع أنواع. تمام؟ احنا نعرف شو الباند. الباند هي عبارة عن نيوتروفيل لكن immature، يعني غير ناضجة، أو less differentiation، يعني أقل تمايزا. فهاي الأنواع الأربعة، تمام، كلها بنطلق عليها مصطلح إنه هي اسمها granulocyte، خلايا محببة. شو يعني؟ يعني في عندنا جرانيول بالسيتوبلازمك، يعني بالسيتوبلازم لهاي الخلية. تمام؟ طبعا بس كمان احكي معلومة انه في بالدراسات الجديدة بيحكوا انه البازوفيل، تمام، هي هذا النوع من الوايت بلاد سيل، بس تفوت على النسيج، تمام، لما تفوت على النسيج بصيروا يسموها ماست سيل، ببطل اسمها بازوفيل، بصير اسمها ماست سيل. رح نيجي للنوع اللي بعده اللي هو المونوسايت. المونوسايت بيشكل من 2 لـ 8% من التوتال، من العدد الوايت بلاد سيل كله. تمام؟ بشكل من 2 لـ 8%. Are the largest of the five types، يعني انه هو اكبر انواع الوايت بلاد سيل. تمام؟ اكبر نوع هو المونوسايت. طبعا المونوسايت هي فيها جرانيول، تمام، ولكن الحبيبات اللي فيها ما بتكون واضحة، نحن ما بنشوفها. تمام؟ هي بس فيها ولكن هي مو واضحة، فمشان هيك هم مو كاتبينها ومو معتبرينها انه المونوسايت محببة. تمام؟ تمام. هلا المونوسايت بالدم بنسميها مونوسايت، لكن لما تدخل على النسيج شو بصير اسمها؟ بصير اسمها ماكروفاج. هاي شغلة لازم احنا نكون عارفينها. تمام؟ فبحكينا هون act as tissue macrophage، بتكون هي شو بنسميها ماكروفاج لما تفوت على النسيج، فبتصير تعمل remove foreign particle. كيف تعملها remove؟ بتبتلعها and prevent. طب انا رح ارقم لكم اياها هاي، انه اول شيء يعني شو وظيفة المونوسايت في النسيج؟ هي اول شيء بنعرف انه هي بتعمل كماكروفاج. طب شو بتعمل؟ بتعمل remove للفورين particle، كمان بتمنع prevent invasion of germ، يعني بتمنع الجراثيم من الغزو اللي ما قدرت انها تتعامل معها النيوتروفيل. يعني اذا النيوتروفيل ما انتبهت لهاي الجرثومة، تمام، بتروح المونوسايت وبتتعرف عليها وبتمنعها. اوكي؟ تمام. هاي ثاني واحدة حكينا انه هي بتمنع الجراثيم اللي ما انتبهت لها نيوتروفيل. تمام؟ فهي بتتصدى لها المونوسايت وبتقتلها وبتمنعها من انها تفوت على النسيج. ثالث
وظيفة للمونوسايت لما تعمل كماكروفاج إنها بتساعد assist the lymphocyte in mounting of an immune response، يعني إنها هي بتساعد الليمفوسايت في إنه يصير في تصاعد للاستجابة المناعية، يعني بترفع الاستجابة المناعية. تمام. رابع وظيفة خلينا نحكي إنها بتكون ك presentation of immunogenic epitope. هاي المعلومة هي معلومة يعني بتاخذوها بالمناعة، رح أحاول أشرحها وبتمنى أنكم تفهموها علي. يعني الإميونوجينيك، شو يعني إميونوجينيك؟ يعني هي عبارة عن أنتيجين. تمام. أنتيجين بيعمل استجابة مناعية، يعني لما يفوت هالجسم الغريب على الجسم بتعرف عليه الجسم كأنتيجين غريب، فبصير المناعة تهاجمه. تمام. فبحكي لنا هون انه الماكروفاج او المونوسايت خلينا نحكيها هي من الخلايا اللي بتعمل بريزنتيشن، بنصنفها احنا اصلا انتيجين بريزنتينج سيل، الخلايا يلي بتتعرف على هذا الانتيجين. والليبيتوب هون معناها يعني خليني احكي لكم شو هي الليبيتوب. الليبيتوب هو عبارة عن بروتين، تمام، موجود داخل هالجسم الغريب، تتعرف عليه المونوسايت وبتعرضه على سطحها، تمام، على الام اتش سي تاعها، فبصير الجسم خاصة خلايا بي اللي هي الخلايا المناعية بتتعرف عليه فبتيجي بتهاجمه. تمام. يعني حاولت اشرح بشكل مختصر وانتو تفهموا. فاللي بدي اياه تعرفوا انه المونوسايت هي عبارة عن خلية إلها علاقة بإنها تعرض هالأنتيجين أو هالبروتين الموجود جوات النوع اللي بعده اللي هو الليمفوسايت. الليمفوسايت بتتعرف على الفورين أنتيجين، يعني بتتعرف على الجسم الغريب، و and responsible for humoral antibody and cell mediated immunity. شو يعني هاي وشو يعني هاي؟ احنا بنعرف انه اول شيء الليمفوسايت في عندنا خلايا تي وفي عندنا خلايا بي، صح؟ في عندنا نوعين من خلايا الليمفوسايت، في عندنا خلايا تي وخلايا بي. طيب شو يعني هاي هيوميرال انتيبودي وسيل ميديت اميونيتي؟ نحن عندنا الجهاز المناعي او الاميون سيستم هو عبارة عن خلينا نحكي نوعين. تمام. أول نوع بخص الهيومورال اميونيتي. شو يعني هيومورال اميونيتي؟ يعني المناعة اللي بتخص خلينا نحكي لها العلاقة بالجزء السائل. هيومورال يعني خلينا نحكي سائل. تمام. طيب زي السيرم مثلا، هلا نحن بنعرف انه في عندنا انتي بودي موجود جوا السيرم، صح؟ فهذا الانتي بودي يعتبر من شو؟ من جهاز المناعة. فمشان هيك حكينا انه في عندنا نوع من جهاز المناعة يعتبر هيوميرال، والثاني يعتبر سيل ميديت. شو يعني؟ يعني في عندنا خلايا كمان بتدافع عن جسمنا، فيا اما انتي بودي بيكون موجود بالسائل او خلايا مناعية بتدافع عن جسمنا. حلو الكلام. هلا بيحكي لنا انه الليمفوسايت تقريبا بتكون راوند مدورة، سلايتلي يعني لارجر ذان ار بي سيز، تقريبا هي اكبر شوية، يعني اكبر من الار بي سيز بشوي. نون جرانيولار، ليست محببة. اوكي تمام. بحكي لنا هون انه انكريز بالليمفوسايت شو بنسميها؟ بنسميها ليمفوسايتوسيس. تمام. اذا زاد، خلينا نركز هون، بس هون في شغلة حلوة. اذا كان في عندنا زيادة بالليمفوسايت عفوا، اذا كان عندنا زيادة بالليمفوسايت بنسميها الليمفوسايتوسيس، صح؟ طيب امتى بصير في او شو دلالة زيادة الليمفوسايت؟ يعني كان في عندنا ارتفاع بالليمفوسايت على شو بدل؟ بدل على شغلتين. اول شيء فايرال انفكشن، تمام، يعني في لها علاقة بالاصابة الفيروسية، او لا سمح الله ممكن يكون في لوكيميا اللي هي سرطان الدم. شو يعني سرطان الدم اصلا؟
المفروض نكون عارفين، سرطان الدم هو عبارة عن انه جهاز المناعة عم يفرز وايت بلاد سيل بكمية كبيرة وغير مسيطر عليه، تمام؟ هاد اسمه لوكيميا اللي هو سرطان الدم. فزيادة بالليمفوسايت اسمه ليمفوسايتوسيس، معليش اعذروني اني بكرر، لها دلالتين، يا اما فيرال انفكشن او لوكيميا. هاي ما بتهمنا. طيب اذا كان في عنا لو ليمفوسايت، يعني نقصان في الليمفوسايت، شو بنسميه هاي الحالة؟ ليمفوبينيا. اوكي طيب اذا كان في عنا نقصان بالليمفوسايت حكينا اسمها الليمفوبينيا. طيب شو يعني شو دلالتها؟ بتدل انه يعني بيكون هذا الشخص بياخذ درج، بياخذ ادوية او درج ثيرابي يعني بياخذ علاج، او انه بيكون في عنده اميون ديفشنسي يعني نقص بالمناعة. الليمفوسايت حكينا انه زيادة فيها ممكن يكون سببها لوكيميا. طيب اللوكيميا في عندنا نوعين، اوكي، كرونيك ليمفوسايت لوكيميا والنوع الثاني اكيوت ليمفوسايت بلاستيك ليمفوبلاستيك اني لوكيميا، تمام. طيب اول نوع الكرونيك بيكون هو منتشر اكثر وين؟ عند الناس اللي عمرهم older than 65 سنة، يعني اللي عمره اكثر من 65 هاي شائع عندهم، هو الكرونيك ليمفوسايت لوكيميا. اما الكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا وين شائع اكثر شيء؟ شائع عند الاطفال، شائع عند الاطفال. اوكي انا بس حاولت اكتبهم لانه بياخذ وقت. فهون حاطيننا شكل اللي هي انواع الاشكال الوايت بلاد سيل كيف بتبين تحت المنجهر. طبعا هاي طبعا بعد عملية الصباغة. اول شي خلينا نحكي عن هاي، تمام، بي اللي هي شكل هيك، بكون هاي اسمها نيوتروفيل. طبعا مع الممارسة وهيك من الواحد بيصير يحفظها. هاد الشكل دي هي عبارة عن يوزينوفيل، تمام، هيك بتميز شكلها. سي هاي كمان تعتبر نيوتروفيل. هاد الشكل هي الليمفوسايت. هاد اللي هو البازوفيل، ما حتى ما بنشوف النواة منها يعني ما بتكون واضحة لأنه كثير محببة، كثير فيها جرانيولوسايت. أما هاي اللي هي المونوسايت، تمام، بتكون حتى كبيرة. واحنا حكينا تقريبا المونوسايت هي الأكبر شيء. هاي ايه المشرين عليه، هي عبارة عن ريد بلاد سيل، يعني هاي عينة سابقينها وشايفينها تحت الميكروسكوب، تمام. هلا بدنا نحكي من ناحية الشغل بالمختبر اللابوراتوري، تمام، evaluation يعني التقييم المخبري خلينا نحكيها. طيب اللي هو السي بي سي، يا سلام السي بي سي، هون الشغل الحلو. هلا بس احكي لكم معلومة انه السي بي سي هذا الفحص بنستخدم له عينة بتكون موجودة وين؟ العينة بإيديتا تيوب، تمام، إيديتا تيوب إيديتا اللي لونه نهدي، التيوب الأنبوب اللي لونه نهدي، تمام. طيب السي بي سي هي اختصار لشو؟ للكومبليت بلاد كاونت، ماخدين أول حرف أول حرف أول حرف، يعني تعداد الدم الكامل، أو فينا نحكي في ناس بحكولها صورة الدم الكاملة. البلد السي بي سي، تمام، هو الكومبليت حكينا بلد كاونت، تمام. اوكي هذا الفحص نحن بنشتغله او بنعد الخلايا كيف؟ اوتوميتد، يعني الجهاز هو اللي بيعد لنا هاي الخلايا، نحن ما علينا، بس نحط هالعينة بهالجهاز والجهاز هو اللي بيعد لنا الخلايا اللي بالبلد، تمام. كمان احنا شو ممكن نحتاج؟ ممكن نحتاج نعمل examination، فحص بريفيرال بلد سمير، يعني نجيب نقطة دم من هاي الدمات ونفردها على سلايدة وبعدين نصبغها ونشوفها تحت المجهر، ونحن نعد الوايت بلد سيل، نحن نعد تحت المجهر
الخلايا أو نشوف الخلايا تحت المجهر وهكذا. يعني إحنا رح نحتاج شغلتين، جهاز تمام يعني automated count إنه هو الجهاز هو اللي بيعد لنا إياهم، وكمان ممكن نحتاج إنه نعمل peripheral blood smear. تمام، هذا الفحص بيزود لنا بمعلومات حول شو الوايت بلاد سيل، كم عدد الوايت بلاد سيل والريد بلاد سيل وبليتلت، يعني بيحكي لنا معلومات عن هاي 3 أنواع من هاي الخلايا. طبعا في كمان فحوصات غيرها تمام، بس هاي هي الأهم خلينا نحكي. فبيعطينا معلومات بتشمل العدد، التايب، نوع، سايز، الحجم، شيب، الشكل، and some من الفيزيكال كاركترز يعني الخصائص الفيزيائية لهاي الخلايا. وأي إشي غير طبيعي احنا بنلاحظه لازم نكتبه، لازم ندونه. اوكي، كمان مكملين من ناحية المختبر. Why get tested؟ يعني ليش نحن بنعمل هذا الفحص؟ لحتى نحدد الحالة الصحية بشكل عام تمام، او عشان نشوف اذا في مرض معين تمام، بيكشف لنا اذا كان في عنده مرض معين مثلا هذا المريض، سو مثل الانيميا او الانفكشن. طيب when to get تستد يعني وين بنحصل على هذا الفحص؟ لما يكون مثلا هو طالبين السي بي سي كروتين ميديكال اكزام، يعني فحص روتيني، يعني شخص بده يشيك على حالته الصحية، فخلص بنحسب بنكتب له انه كمان بدنا نعمل فحص السي بي سي تمام. او لما الدكتور نفسه هو اللي يكون طالب هذا الفحص، يعني تجينا ورقة مكتوب عليها انه بدو هذا المريض يعمل فحص السي بي سي، فيا اما كروتين ميديكال اكزام يعني فحص روتيني طبي ماشي، اجا واحد بده يشيك حالته الصحيه، او الدكتور نفسه هو اللي بيكتب انه هذا المريض بده سي بي سي، بدنا نعمل له سي بي سي، فحص سي بي سي تمام. شو هي العينه المطلوبه؟ العينه المطلوبه هي بلد سامبل نسحبها من الفين اللي بالذراع تمام، من الوريد.